عودة مرة أخرى مشاهدينا إلى نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع صندوق الدنيا من المصر اليوم. أصبح التوك توك وسيلة المواصلات الأشهر في مصر، خاصة في السنوات الأخيرة نظرا لسهولة سيره في الشوارع الضيقة، لكن إسماعيل عبد الحميد الذي يحمل الجنسية السورية كان له رأي آخر، حيث أحضر من الصين توك توك صديقا للبيئة وبه مميزات أخرى سنتعرف عليها في تقرير زميلتنا آية كمال ومن تصوير الزميل بافلي إلياس. المشروع ده عبارة عن عربية صغيرة ممكن نستغني فيها عن التوك توك البنزين، دي شحن كهرباء، وممكن فيما بعد بإذن الله هننزلها دينامو بحيث تشحن تلقائي من نفسها. لو الناس كلها مبهورة فيها ومبسوطة وحاسة إنه حاجة جديدة وأمنة وأربع أبواب ودركسيون مش طارة يعني، وكاميرا خلفية، إحنا أول ناس اشتغلنا عليها وإن شاء الله في تطوير ليها، وإن شاء الله معانا شركاء وفنيين ومهندسين، وحنحاول بإذن الله نجيب تراخيص عشان نفتح منها مصنع ونصدر للبلاد برا بإذن الله. احنا بندور على حاجات، اي حاجة تشتغل بالطاقة البديلة، اي حاجة شغالة من غير استهلاك وقود، من غير استهلاك كهرباء. اسرع سرعة ليها 50 كيلومتر، يعني يتراوح ما بين 35 و36 ألف. اصلا احنا لما نركب توك توك دلوقتي ناس كتير شغالين توك توك مش عارفين هم مسجلين هم كذا، فنحن هنعمل ليها عداد نظامي شغال، هنرجع موضوع الفكه هترجع تاني باذن الله في الموضوع ده، هنشغلها عداد نظامي زي عداد الاجره التاكسي، يعني دي من الفكر المطروحه، وممكن نعمل لها ابلكيشن كمان زي اوبر وزي كريم وزي المواضيع دي. شايف ده هيلغي التوك توك التاني خالص، يعني من هنا لسنه باذن الله هيكون مفيش التوك توك ده حتى في الارياف هيبقى ملتغي. المشروع ده باذن الله هيفتح مجال لشباب كتير تشتغل معانا كمهندسين كسائقين، نحن السائقين ان شاء الله هنختارهم مش هنبيع الحته دي لاي حد، وهيكون في ضمانات للموضوع ده. في ستات بيوت كتير وبتطلب مني انه تاخدها تركبها هي كمركوب شخصي، يكون ساكنين جوه كامباوند او جوه في الشارع عندهم، عاوزه تروح هي تسوق لوحدها مش عاوزه حد يوصلها.